بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم وان شاء الله يوم جديد من البريم، ومعاكم ان شاء الله تغطيه خاصه لمباراه بيراميدز ونهضه بركان ان شاء الله بكره بامر الله. الكاس الكونفدراليه يبقى مصري من خلال هذا الفريق الواعد، فريق لاول مره يكون موجود في البطوله الافريقيه الكونفدراليه ويوصل للنهائي، فريق مصري مميز، فريق مصري ان شاء الله نتمنى له التوفيق بكره من خلال طبعا تواجده في المغرب غدا ان شاء الله. المباراه تكون الساعه 9 بكره، كلنا ندعي لفريق بيراميدز بالحصول على هذه البطوله. طيب، واحنا بنتكلم وهنتكلم طبعا من خلال وجود كابتن ناصر ريان في الجزء الثاني من الحلقه، هنتكلم على كل ما يخص الانديه المصريه سواء في افريقيا او حتى في الدوري المصري ورايه في الموسم بشكل عام في الدوري المصري، حتى فاضلنا خلاص احنا بنتكلم على فاضل اسبوع في الدوري المصري، فبالتالي نقدر نقيم الدوري المصري من خلال وجود كابتن ياسر ريان ومن خلال ايضا وجود مميزات في هذا الموسم وايضا عيوب في هذا الموسم، لو كابتن ياسر شايف الامور الخاصه بهذا الموسم ماشيه ازاي. فبالتالي احنا كنا بنتكلم ان احنا يهمنا ان احنا نعرف كل التفاصيل عن بيراميدز اللي ان شاء الله بيستعد من النهارده لبكره ان شاء الله مباراه مهمه، ده اللي احنا نتمناه. خلينا نبتدي اخبارنا، اخبار البريمو. عندنا بعض الاخبار المهمه جدا لنادي الزمالك، وان كان في البدايه خبر عن فرجاني ساسي وهو معشوق جماهير نادي الزمالك، ان الفتره اللي فاتت فكره تمديد عقد فرجاني كانت الامور رايحه جايه في امور ممكن تكون ان فرجاني بيفكر في مبالغ زياده من اداره نادي الزمالك ان هو يمدد عقده بمبالغ هو حاططها في دماغه، لكن وصل لنادي الزمالك او خلاص الاتفاق وصل ان تمديد العقد يوصل لمليون و700 الف دولار في الموسم، وبالتالي ده الاتفاق اللي تم النهائي بالنسبه لفرجاني ساسي، وده هيتم طبعا تمديد العقد وتطبيق العقد بعد بطوله افريقيا، ده من خلال طبعا الجلسه اللي كانت موجوده مع اللاعب منذ ايام. هيكون في شرط جزائي 3 مليون دولار ونص في حاله طبعا فسخ التعاقد، وده برضو جزء اتفقوا عليه من خلال القعده اللي قعدوها مع بعض. برضو في نفس الاطار واللعيب برضو من اللعيبه المميزه وبرضو يعني كل الزملكاويه بيحبوه، يوسف اوباما. يوسف اوباما برضو لو احنا بنتكلم عليه نفس الموقف بتاع فرجاني ساسي، السنه الجايه هو اخر موسم ليوسف اوباما، وبالتالي يقدر في الانتقالات الشتوية القادمة يوسف اوباما انه يمضي لأي نادي هو حبه، وبالتالي نادي الزمالك يعني برضه بيتكلم في يوسف مع يوسف اوباما، ولكن دائما الامور بتتأجل من جانب يوسف. ليه؟ هو طبعا تفكيره ان في عروض جايه له من الخليج، وكنا بنتكلم اتكلمنا على الموضوع ده كذا مرة ان في اندية بتتكلم على يوسف اوباما، وحصل تواصل من خلال طبعا بعض الشركات التسويق ومن خلال بعض السماسرة المتواجدين في الوقت الحالي مع يوسف، والكلام كان مع يوسف في هذه الجزئية ان في أندية في الخليج عايزين يوسف، وبالتالي هو الراجل بيفكر في فكرة الاحتراف بمبالغ مادية مختلفة عن نادي الزمالك. لكن حتى الآن الجانب اللي ماشي في الطريق الصح بالنسبة للتمديد هو نادي الزمالك، يوسف إلى حد ما هو اللي بيأجل فكرة التمديد، فبالتالي الفترة القادمة هنشوف الدنيا ايه، لكن في زعل، في زعل من نادي الزمالك من مماطله يوسف اوباما لهذه الجزئيه. من يومين حازم امام لاعب نادي الزمالك مدد عقده مع نادي الزمالك، وبالتالي الامور كانت مستقره بشكل كبير، خصوصا ان هو مدد على بياض ومضى على بياض، ولكن كان في دماغه تفكير مختلف خالص، هو ان العقد تم الاتفاق عليه على 7 مليون جنيه في الموسم، ولكن تم او على علم حازم امام ان 5 مليون فقط هي اللي اتحطت في العقد. هرجع للموضوع ده، لكن خليني اروح لمعالي السفير اشرف ابراهيم سفيرنا في دوله المغرب، يعني طمنا طبعا على المباراه النهائيه بكره وبيراميدز وسعاده المصريين المتواجدين هناك والجاليه المصريه طبعا والدبلوماسيه المصريه في المغرب، اكيد كلنا سعداء بوصول فريق بيراميدز للمباراه النهائيه. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ودايما بنسعد بوجودك معنا يا ست السفير. الله يخليك، بيسعدني دايما. ربنا يخليك. طيب يعني حابين يعني نعرف الاجواء الخاصه بمباراه الغد، مباراه النهائيه ما بين بيراميدز ونهضه بركان يا فندم. هو طبعا نادي بيراميدز من وقت ما بعد ما كسب الحريه الغيني يعني طبعا اول يوم كان في راحه سلبيه وبعدين كان في التدريب، هو استمر في مدينه الدار البيضاء
وعملوا تدريب يوم الجمعه اللي هو امبارح، وانتقلوا للرباط امبارح بالليل. طبعا النهارده كان التدريب النهائي على الملعب الرئيسي للمباراه استعدادا من المباراه غدا. هو يعني زي ما انا شايف انه الروح عاليه وفي تصميم. طبعا مباراه صعبه لانه مهدي بركان هو امل الكره المغربيه السنه دي بعد ما الاهلي والزمالك ان شاء الله. نعم. طب سيد سفير، يمكن كان مفيش مشكله، كان في تكريم النهارده تقريبا للاجهزه الطبيه الخاصه بالفرق المشاركه في البطوله المجمعه للكونفدراليه النهارده. هل في حد يعني من السفاره كان حاضر في الجزئيه دي، او ولا كان الموضوع خاص بالفرقه نفسها؟ معالي السفير، معالي السفير، سامعني حضرتك؟ طيب نحاول نتواصل مع معالي السفير، لان برضو كان في زياره النهارده ايضا من رئيس الاتحاد او رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم فوزي الاجع في لنادي بيراميدز، وكان الامور بالنسبه للاجواء نفسها جيده. احنا بنتكلم في الامور اخويه بشكل كبير. من يومين كان نادي بيراميدز بيشكر نادي الوداد لاستضافته للتدريبات الخاصه بنادي بيراميدز في الايام السابقه، وبالتالي الامور جميله جدا ما بين الفرق الاربعه المشاركه في الكونفدراليه، وقبل كده الاهلي والزمالك في وجودهم في المغرب ايضا، هم برضو اثناء تواجدهم هنا في القاهره الامور بتبقى ماشيه بشكل جيد، وده اللي احنا نتمناه. لكن زي ما انتم شايفين كده على الصور، الاستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وزيارته لنادي بيراميدز والامور الخاصه بالتنظيم والاطمئنان على البعثات الموجوده، وخصوصا زي ما بقول لكم هم الفرقتين اللي وصلوا، سواء بقى بيراميدز او نهضه بركان، هم اللي وصلوا للمباراه النهائيه، فبالتالي التاكيد على الاطمئنان على كل الامور الخاصه بنادي بيراميدز ومحتاج ايه ومش محتاج ايه. الامور طبعا مهمه جدا من اصدقائنا في المغرب. طيب خلينا واحنا بنتكلم على بيراميدز برضو، ارقامه مميزه جدا، تواجده في الساحه الافريقيه، عندنا امور ممكن نتوقعها بشكل كبير عن مباراه الغد، التشكيل، الشكل العام بالنسبه لفريق بيراميدز. خلينا نروح لكابتن خالد طلعت، او استاذ خالد طلعت صديقنا وزميلنا دايما المتواجد معانا، ودايما معلومات مميزه من خلاله نقدر ناخدها، وبالاخص عن نادي بيراميدز. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا كابتن فاروق، ازيك عامل ايه؟ يا حبيبي ربنا يخليك. تمام الحمد لله. انا عارف ان انت يعني الامور بالنسبه لنادي بيراميدز لحد ما في يعني وجود قوي معاهم، ففكره التشكيل بكره ممكن يبقى عندك اخبار عن التشكيل الاساسي بالنسبه لفريق بيراميدز بكره، لو انت تقدر تطلعنا عليه حبيبي. تمام يا كابتن فاروق، يمكن هو التشكيل الاقرب يعني اعتقد تقريبا ممكن يبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش السابق بتاع حوريه كوناكري، اعتقد مش هيكون في اختلاف. مهدي سليمان هيتواجد في حراسه المرمى، خط الدفاع علي جبر واحمد ايمن منصور مساكين، محمد حمدي باك شمال، احمد توفيق هيبقى موجود هو عمر جابر، يعني ممكن بيتبادلوا ساعات، بيبقى احمد توفيق باك رايت وعمر جابر في نص الملعب، او العكس بيبقى عمر جابر هو الباك رايت واحمد توفيق في نص الملعب. موجود معاهم طبعا نبيل عماد دونجا، قدامهم بقى الرباعي الهجومي طبعا عبد الله السعيد، محمد فاروق، اريك تراوري، وراس حربه جون انتوي. دول اعتقد ال11 الاقرب اللي هيبدا بيهم انتي شيشيتش مباراه نهضه بركان بكره باذن الله. طيب خالد، واحنا موجودين ويعني وصول نادي بيراميدز لاول مره في تاريخه، ويعني هو اول مره في تاريخه يوصل للبطوله الافريقيه، واول مره في تاريخه يوصل لنهائي هذه البطوله الكونفدراليه، لو في ارقام ممكن نقدر نضيفها لهذا الفريق قبل موقعة الغد، موقعة النهائي كابتن خالد. طيب هو الاول انا هتكلم في جزئيتين يا كابتن فاروق. الجزئيه الاولى الفرق اللي كانت قبل كده وصلت نهائي اول مشاركه وخدت بطوله كمان يمكن تكررت كتير، وابرزهم كان من مصر. يعني احنا عندنا ثلاث فرق مصريه كرروا الانجاز ده قبل كده، يمكن نادي الاسماعيلي سنه 69 كان اول مشاركه ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا واخذ البطوله في سنتها، فاز المحله كمان 74 وصل النهائي لكن خسر امام فريق كرب رزفيل ما خدش البطوله. المقاولين العرب سنه 82 كانت اول مشاركه ليه وخد البطوله الافريقيه مع في السنه دي، فيمكن عندنا ثلاث فرق مصريه وصلوا النهائي: الاسماعيلي 69، غزل المحله 74، المقاولين 82 في اول مشاركه ليهم، اثنين منهم اخذوا البطوله الاسماعيلي والمقاولين، وغزل المحله خسر النهائي. فبالتالي بيراميدز هو رابع فريق مصري يوصل النهائي في اول مشاركه ليه، وان شاء الله يكون ثالث فريق مصري يتوج باللقب في اول مشاركه. دي الجزئيه الاولى. جميل. الجزئيه الثانيه بقى ارقام بيراميدز نفسها، يمكن بيراميدز يمكن عنده ارقام كتيره مميزه جدا، يمكن 15 مباراه في البطوله السنه دي منهم 12 فوز وتعادل واثنين هزيمه فقط، يمكن ارقام ايجابيه جدا.
عمل 7 فوز متتاليه يا كابتن فاروق في البطوله، ودي من ارقام برضو قياسيه، عمل 7 ماتشات فوز متتالي سواء داخل ارضه او خارج ارضه، ده رقم مميز جدا لبيراميدز السنه دي. لعب بقول لك سجل في 13 يعني 15 مباراه لعبهم، سجل في 13 مباراه منهم 10 ماتشات برضو متتاليه بيسجل، يعني قعد 10 مباريات متتاليه بيسجل اهداف سواء في ارضه او داخل ارضه، دي برضو من الارقام القياسيه. لعب 8 ماتشات خارج ملعبه كلهم فوز، يعني تخيل انت كابتن فاروق كان بيكسب اكتر بره طبعا، يعني هو خسر مرتين وتعادل مره، الثلاثه كانوا مباريات كانوا في مصر، لكن لعب 8 ماتشات خارج ارضه، الثامن منهم فريق بطل حريه كوناكري الماتش الاخير، طبعا هو في المغرب وهي ارض محايده لكنه يعتبر برضه مش في ملعبه، الثمان ماتشات اللي لعبهم بيراميدز خارج ملعبه الثمانيه كسبهم، وده اعتقد بيديله ثقه وافضليه في ماتش بكره، يعني ناس بتقول لك نهضه بركان مباراه في ملعبه طبعا في المغرب، لكن اللي خلى بيراميدز يلعب 8 ماتشات بره ارضه ويكسبهم كلهم، فان شاء الله يقدر يحقق الفوز التاسع بره ارضه بكره، سجل 31 هدف وعليه 7 اهداف، يعني لو قارنا مع ارقام نهضه بركان لعب يعني عمل 7 فوز و3 تعادل و3 هزيمه، يعني لعب 13 ماتش فقط، 7 فوز 3 تعادل 3 هزيمه، سجل 27 هدف وعليه 12، يعني بيراميدز معدل التهديف اعلى، سجل 31 مقابل نهضه بركان سجل 27 فقط، الاهداف المسجله في مرماه بيراميدز دخل فيه 7 اهداف، نهضه بركان دخل فيه 12 هدف وعدد ماتشات اقل، فبالتالي كل الارقام في صالح بيراميدز باذن الله، يعني هجوما دفاعا عدد الانتصارات كلها ان شاء الله بتصب في مصلحه بيراميدز ان شاء الله. يعني اتمنى له طبعا التوفيق، ويعني لاول مره في تاريخه يحقق البطوله دي، تبقى حاجه جميله خصوصا لما الثلاث فرق يكونوا واصلين كده للمباراه النهائيه، دي حاجه ممتعه ان شاء الله بامر الله بعد وصول ان شاء الله نادي الزمالك ان شاء الله، من خلال وباذن الله السوبر الافريقي، يعني ان شاء الله نهائي دوري ابطال افريقيا يكون مصري اهلي وزمالك باذن الله، وهيبقى مصري السوبر الافريقي برضه يبقى مصري لو بيراميدز كسب باذن الله، تبقى برضه مباراه كده يعني مصريه خالصه باذن الله ان شاء الله. خالد طب خليني اكلمك على مباراه اليوم الكلاسيكو الارض خالد، الريال وبرشلونه، فوز الريال 3-1 على برشلونه، هل كان فوز متوقع للريال بعد النتائج السيئه سواء في الدوري الاسباني وخساره ريال من قادش وخسارته ايضا في دوري ابطال اوروبا؟ والله ما هم الاثنين وحشين السنه دي، هم الاثنين فعلا يعني يعني بتتكلم بصراحه، يعني انت لو شايف، انا شايف الدوري الاسباني السنه دي يعني سواء ريال مدريد او برشلونه مش هم دول خالص ريال مدريد ولا برشلونه اللي احنا كنا عارفينهم قبل كده، يعني الامور مختلفه بشكل كبير جدا، يعني برشلونه تاثر منذ رحيل نيمار من سنتين وبرضه تراجع في المستوى شويه وما زال يمكن، لكن السنه دي كمان أسوأ من قبل كده. ريال مدريد برضه اعتقد رحيل كريستيانو رونالدو عنه فرق بشكل كبير جدا، كان هو نجم الفريق يمكن الاول بعد ما مشي من بدايه الموسم اللي فات برضه اثر بشكل كبير، لكن بقول لك الفريقين السنه دي سواء ريال مدريد او برشلونه حتى ضيعوا نقط كتير، يعني انت بتتكلم كل فريق منهم اتعادل مباراه وخسر مباراه في اول 4 ماتشات، يعني بتتكلم فقدان 5 نقاط في اول 4 ماتشات، ده ما كانش بيحصل كتير بينهم، لكن مباراه النهارده شايف لا ريال مدريد طبعا كان افضل واستحق الفوز النهارده على برشلونه 3-1، لكن اعتقد بيزيد اوجاع برشلونه، يعني برشلونه الامور بالنسبه له بقت صعبه بشكل كبير جدا، 5 ماتشات واخد منهم 7 نقاط فقط، فاعتقد الامور بقت صعبه، يعني حتى موقعه في جدول الدوري الاسباني يمكن في وسط الجدول دلوقتي، فاعتقد محتاج يعني واحد موقف كبيرة جدا. برشلونه خالد بنفس موقف او شبيه بموقف مانشستر سيتي، ان احنا في 6 جولات مانشستر سيتي ما خدش غير 8 نقاط، برضو ده نادي كبير وده نادي كبير، نفس الموقف تقريبا، الحظ بالنسبه لهم السنه دي مش مظبوط يعني. مظبوط يا كابتن فاروق، بتفق معاك تماما، يعني مان سيتي برضه النهارده تعادل مع وستهام يونايتد وكان خسران كمان، لكن نجح في التعادل في الشوط الثاني 1-1، يمكن ليفربول فاز بصعوبه بالغه على شيفيلد يونايتد 2-1، لسه المباراه منتهيه من دقائق قليله، محمد صلاح شارك فيها لكن يعني ما نجحش في تسجيل اهداف، لكن بقول لك انا شايف الدوري الانجليزي، يعني طالما انتقلنا برضه سريعا، برضه الدوري الانجليزي السنه دي هيكون فيه اعتقد منافسه قويه جدا، يعني مش زي السنتين اللي فاتوا كان ليفربول ومانشستر سيتي في حته وبقيه الفرق كلها في حته ثانيه، لا الدوري الانجليزي السنه دي مختلف، مانشستر سيتي بعد بشكل كبير جدا فقدان نقط كتيره، ليفربول حتى مش هو ده ليفربول برضو كنا عارفينه، شايفين ايفرتون يا خالد، شايفين ليدز، شايفين استون فيلا برضو داخلين في الصراع، ولكن مزبوط. الناس يقول لك دايما الطاوله بتتقلب دايما في الدوري الانجليزي يعني باستمرار، يعني حتى لو احنا بنتكلم على الدور الثاني الموضوع ممكن يختلف تماما. تمام يا كابتن فاروق، طبعا يعني هي قصه النفس الطويل للانديه الصغيره دي مع احترامي طبعا، سواء زي ما انت بتقول استون فيلا موجود، ليستر سيتي برضه من فرق مقدمه ايفرتون، لكن اعتقد ما عندهمش سياسه النفس الطويل او البديل الكفء ان هو يكمل معاك الموسم، وان كان ايفرتون ممكن، يعني ايفرتون اعتقد ممكن يكمل شويه في المنافسه، لكن بقول لك النقاط الكثيره اللي ضيعها مانشستر سيتي وبرضه ليفربول ضيع بعض النقاط هيخلي الاثاره قويه، يعني ممكن نجد ان 5 أو 6 فرق يعني مع اكتمال الموسم هتلاقي 5 أو 6 فرق قريبين من بعض،
مش هيبقوا فريقين لوحدهم في حته بينافسوا والباقي بعيد، لا فدي اعتقد هتزيد من المنافسه على الدوري الانجليزي. اعتقد الموسم ده الدوري الانجليزي تحديدا هيكون فيه منافسه قويه جدا، وهيكون فيه يعني صعوبه في التنبؤ او التكهن بمين بيكون بطل الدوري الانجليزي السنه دي. اشكرك يا خالد، طبعا مداخله مهمه جدا من زميلنا خالد طلعت، واكيد اطلعنا على الارقام الخاصه بنادي بيراميدز وتحقيقه ان شاء الله بكره لكاس الكونفدراليه. ده حاجه مهمه جدا، لان فعلا بيراميدز لو كسب ان شاء الله بطوله الكونفدراليه غدا هيبقى فريق موجود، لو ان شاء الله بقى الاهلي او الزمالك متواجدين في النهائي وفاز احدى الفريقين بهذه البطوله بطوله دوري ابطال افريقيا هيبقى ايضا نهائي السوبر مصري خالص، فبالتالي دي شيء برضو هتكون لصالح الكره المصريه في حال ان بيراميدز يكسب بطوله الكونفدراليه غدا ان شاء الله. طبعا هم النهارده كان اخر تمرينه بالنسبه لفريق بيراميدز، بكره وده اللي يهمنا ان الحكم يبقى فير بكره، هتساعد كتير جدا في الامور داخل الملعب وفكره ان اللعيبه تبقى هاديه ومركزه بشكل كبير. بكره في الحكم الكاميروني نيانت هو حكم النهائي غدا في مباراه النهائي الكونفدراليه ما بين بيراميدز ونهضه بركان. خليني اطلع لتقرير عن بيراميدز وهرجع اكمل اخباري مع حضراتكم. هيحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله مباراة من العيار التقيل هتجمع بين بيراميدز ونظيره نهضة بركان المغربي، وده هيكون في 8 مساء غدا في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ووصل بيراميدز للنهائي بعد ما عبر عقبة فريق حوري الغيني بالفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة اللي أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وظهر بيراميدز بشكل مميز وقوي في اللقاء فاستحق بكل جدارة الوصول للمباراة النهائية. بيراميدز اللي بيشارك لأول مرة في كأس الكونفدرالية وصل للدور اللي كان بينتظره بكل شغف، وده الهدف الأسمى اللي كان بيسعى ليه، فهيستعد للقاء ده بكل قوة وتركيز عالي متمنياً تحقيق الانتصار واعتلاء منصات التتويج والعودة للقاهرة مرفوع الرأس بالكاس. في المقابل تأهل الفريق المغربي لدور النهائي بعد ما تفوق على حسنية أكادير المغربي بهدفين لهدف. النهضة هو الآخر ظهر في المباراة بأداء ومردود مميز، وبيستعد لمباراة بيراميدز بكل قوة وتركيز عالي من أجل محاولة حصد البطولة لصالحهم. طيب هكمل مع حضراتكم اخبارنا، وكنا ابتدينا باخبار نادي الزمالك. كان عندنا خبرين خاص بفرجاني ساسي وتمديد تعاقده ولكن ما بعد بطوله افريقيا، وايضا يوسف اوباما. كان بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك الى حد ما زعلانين من يوسف في فكره المماطله في تمديد عقده، لكن خلينا اقول لكم برضو ان حازم امام اللي جدد عقده ومدد عقده من يومين يمكن مضى على بياض، وبالتالي الامور بالنسبه لحازم كانت جميله جدا وسهله، لكن فوجئ اللاعب ان الامور بالنسبه له ماديا ما كانتش على هواء، وده مش اللي اتفق عليه. كتب في العقد ان 5 مليون جنيه في السنه كعقد سنوي بالنسبه له، لكن كان الاتفاق على 7 مليون جنيه، وده سبب غضب حازم او مضايقته بعد ان هو مضى على بياض بالنسبه لعقده وتمديده مع نادي الزمالك. طبعا الامور دي بتبقى دايما ماديا الاتفاق مهم جدا، وانك تمضي وتشوف خلاص. طبعا ان انت عندك ثقه في نادي الزمالك والثقه في مسؤولينك، لكن في الاول في الاخر بتبقى الامور قدامك مهمه جدا، تمضي وتكتب اسمك وتمضي داخل العقد بتاعك وجنب الرقم بتاعك، ده برضو شيء مهم جدا، هو ده الاحتراف. بس طبعا في انتماء وكل حاجه، لكن مهم جدا يبقى كل الامور سلسه وبسيطه وتبقى بالامور الخاصه بجزئيه الاحتراف بالشكل ده. ايضا لاعب من لاعبي نادي الزمالك محمد عواد، واحد من اللاعبين اللي يمكن ما شفناهمش السنه دي في حراسه المرمى، واضح جدا المديرين الفنيين اللي كانوا متواجدين سواء باتريس كارترون او باتشيكو في الوقت ده معتمدين على جنش وابو جبل، وبالتالي ما بيلعبش، ودي مشكله طبعا بتواجه اي حارس مرمى او اي لعيب حتى في فكره الجلوس احتياطيا او بره التشكيل، وبالتالي هو بيفكر انه يمشي ويسيب النادي ويفسخ تعاقد مع نادي الزمالك، مستغلا في الوقت ده هو بند المشاركه، عدم المشاركه مع الفريق، وهي بنسبه بتتراوح ما بين 10% من اجمالي المباريات، لو ما لعبهاش يقدر يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. يعني ده بالنسبه لمحمد عواد. في الاخر
يعني اعتقد ان الامور كانت في الفتره اللي فاتت ما بين نادي الزمالك واللاعب ان هم بيدوروا له على عقد او اعاره تكون مميزه ليه يقدروا يستفادوا منهم او يستفاد منها نادي الزمالك بمبلغ مميز. باسم مرسي لاعب الانتاج الحربي يعني بيتوسط لاحد الكبار المتواجدين داخل نادي الزمالك لوجوده مره اخرى في نادي الزمالك. هو اللاعب تالق السنه دي الصراحه، ولكن هل ممكن نادي الزمالك يبقى في حاجه لمجهودات باسم مرسي؟ ده يمكن هو اللاعب حابب ان هو يرجع، وبالتالي بيتكلم مع احد اللاعبين الكبار داخل نادي الزمالك للعوده مره اخرى. هروح للنادي الاهلي. يمكن بطوله افريقيا مهمه، وبالتالي الحوافز وان انا ادي حافز مميز مادي للاعبين ده شيء موجود في كره القدم واداره كره القدم، وبالتالي اداره نادي الاهلي بترصد مليون جنيه لكل لاعب في حاله الحصول على بطوله افريقيا او ما يقرب من المليون جنيه، عشان بس نقول الرقم الى ما يقرب من مليون، مش مليون مقفوله يعني. وبالتالي ده شيء برضو او حافز مميز جدا من اداره النادي الاهلي للاعبين وتحفيزهم لتحقيق هذه البطوله. لاعب ناصر ماهر طبعا واحد من اللاعبين المميزين المعارين لفريق سموحه بيشترط العوده مره اخرى النادي الاهلي، ولكن بشرط اللاعب كلاعب اساسي، وبالتالي دي امور بتبقى صعبه جدا. عدم الاشتراط كلاعب ان هو يلعب اساسي دي بتبقى صعبه جدا على اي مدير فني او اي اداره ممكن يتقبلها في وجوده داخل النادي الاهلي وبالاخص طبعا النادي الاهلي. اللاعب الاساسي لازم هو اللي بيجتهد وبيلعب وبيثبت نفسه بشكل كبير داخل الملعب عشان يلعب فعلا اساسي. ده بالنسبه لاي اشتراط اي لاعب، مش بتكلم على ناصر ماهر فقط، اي لاعب عايز يلعب اساسي بمجهود وليس بالاشتراط قبل مجيئه الى النادي او عودته مره اخرى للنادي. النادي الاهلي ايضا لجنه التخطيط بتوصي بالتعاقد مع بواليا لاعب الجونه او فيرود الجونه، يعني واحد من اللاعبين الافارقه المميزه، ولكن بديلا عن بادج. طبعا احنا عندنا لاعبين مميزين في او النادي الاهلي عنده لاعبين مميزين معارين، عندنا احمد ياسر ريان من الفراود المعارين ايضا لفريق جونه، صلاح محسن زي ما كنا بنتكلم على ناصر ماهر، لكن دول هيرجعوا للنادي الاهلي وبالتالي هيشوف بقى ما بعد او من خلال الموسمين مين اللي هيبقى متواجد ومين مش هيبقى متواجد. لكن انا بتكلم على بديل للاعب افريقي داخل النادي الاهلي وهو بادجي، الا حد ما مستر موسيماني او كوتش موسيماني مش مقتنع بيه، وده واضح جدا من عدم اشراكه في الفتره اللي فاتت في المباريات. كنا بنتكلمنا او اتكلمنا الفتره اللي فاتت، ويمكن طلع تصريح من اتحاد الكوره او مخاطب اتحاد الكوره الاتحاد الافريقي بان ممكن يبقى فيه جمهور لو الاتحاد الافريقي قرر، لكن الاتحاد الافريقي قرر واخر كلام بالنسبه للنهائي الافريقي اللي هيكون موجود في القاهره هنا ان شاء الله النادي الاهلي، والطرف الاخر ان شاء الله لو نادي الزمالك او حتى الرجاء، لان احنا لسه منتظرين طبعا النتيجه الاخيره بالنسبه للفرقتين، هيكون من غير جمهور، وده كلام نهائي بالنسبه للاتحاد الافريقي. علي معلول طبعا بعد ما الماتش اللي فات ما لعبش وبالتالي ريح راحه كويسه، ان شاء الله هينزل التدريبات من يوم الاثنين القادم، وبالتالي يقدر يعني الراحه دي تخليه يرجع بشكل افضل، لانه كان اشتكى من رجليه تعب في رجليه، وبالتالي الف سلامه على معلول واحد من اهم اللاعبين المتواجدين داخل النادي الاهلي، ويمكن ما فيش بديل، هي دي النقطه حتى الان بالنسبه لمعلول، ما فيش بديل لمعلول. البديل احنا زي ما احنا شفنا وجود احمد فتحي ناحيه الشمال، الامور يعني بعد رحيل احمد فتحي الاقرب هو محمود وحيد، هل يقدر يبقى متواجد لانه بعيد بقاله فتره؟ الامور طبعا في هذا المركز محتاجه تدعيم او ان انا ادي فرصه للاعب متواجد زي محمود وحيد. كنت اتكلمت امبارح على تحطيم النادي الاهلي لارقام قياسيه داخل دوري ابطال افريقيا، امبارح قلت ان النادي الاهلي بيحطم الرقم الافريقي للتهديف في بطوله افريقيه واحده، يعني النسخه اللي فيها النادي الاهلي في الوقت الحالي هو كسر عمليه التهديف في النسخ السابقه. النهارده النادي الاهلي او بالثلاث اهداف اللي دخلهم في مرمى الوداد وصل للهدف 34، وده يعتبر تكسير لرقم ان نادي انيمبا النيجيري سنه 2003، وكان في السنه دي احرز انيمبا 31 هدف، النادي الاهلي 34 هدف، وبالتالي عنده فرصه ايضا النادي الاهلي ان يزود عدد الاهداف اكثر من 34 ممكن يزيد في المباراه النهائيه. الكاف بيشيد بهدف الشحات في شباك الوداد، طبعا هدف كان جميل، هدف رائع لحسين الشحات بيرجع له ثقته بنفسه، واكيد مهاره موجوده من لاعب احنا عارفينه
كلاعب مميز بيعرف يتعامل مع الكوره بشكل مميز جدا. يمكن في نفس الوقت اللي احنا كنا بنتكلم فيه في المباراه الاولى الشحات انفرد بالنادي بمرمى الوداد ولكن ضيعها، النهارده بينفرد ولكن بيحرز هدف جميل بعد مراوغه الدفاع الخاص بفريق الوداد ومراوغه ايضا للحارس المرمى وحطها بشكل رائع، فبالتالي الاتحاد الافريقي بيشيد بهذا الهدف. عشان بس بكره الناس اللي هتتابع ماتش الكونفدراليه بكره نهضه بركان وبيراميدز، بكره 5 تغييرات بالنسبه للنهائي الخاص بالكونفدراليه، وده طبعا لائحه بيحطها او بياكد عليها الاتحاد الافريقي من خلال هذا اللقاء. في بروتوكول جديد بكره في حاله الفوز لاي ناديين بالبطوله، هو بس النادي اللي هيفوز بالبطوله هو اللي هيصعد لمنصه التتويج، وبالتالي المركز الثاني لن يصعد، وده طبعا في اطار الامور الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا، عشان بس الناس بكره لو شافت ان المركز الثاني ما صعدش للمنصه ده بروتوكول محطوط جديد بالنسبه ل الاتحاد الافريقي بالنسبه للنهائيات. ان شاء الله منتخبنا الاولمبي هيغادر السعوديه، هيكون رئيس البعثه لهذه البعثه المنتخب الاولمبي كابتن احمد عبد الله، طبعا دكتور احمد عبد الله واحد من نجوم نادي الزمالك. طيب عشان اطلع للفاصل بقى وهيكون معايا كابتن ياسر ريان نجم مصر ونجم نادي الاهلي السابق، هنتكلم على بكره النهائي، هنتكلم على الموسم المصري ويمكن من وجهه نظره ايه الامور كانت ماشيه ازاي، افضل اللاعبين، افضل الانديه، افضل المدربين، طبعا هتكلم في كل الامور الخاصه بهذه المباراه او مباراه الامس، طبعا مباراه الاهلي، طبعا امور كثيره جدا مع كابتن ياسر ريان نجمنا ونجم نادي الاهلي السابق. خليني اطلع بتقرير لفريق برشلونه وريال مدريد ومباراه اليوم اللي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، فوز كبير طبعا لريال مدريد بالرغم ان ما فيهوش كريستيانو رونالدو. نجح ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان في الفوز في مباراة الكلاسيكو على حساب غريمه وصاحب الأرض برشلونة 3-1 في المواجهة اللي احتضنها ملعب كامب نو في الدوري الإسباني، وتلاعب نجوم الملكي برفاق ميسي خلال شوطي المباراة، وتمكنوا من استغلال الفرص اللي أتيحت ليهم بتسجيل 3 أهداف. تقدم ريال مدريد مبكراً بهدف فالفيردي، وده قبل ما يدرك برشلونة التعادل سريعاً بواسطة أنسو فاتي، ليصبح أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو عن عمر 17 عام و359 يوم. وفي الشوط الثاني تقدم الريال مجدداً بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها وسجلها القائد سيرجيو راموس، قبل ما يطلق الكرواتي لوكا مودريتش رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 90، وصعد الريال لصدارة الجدول بهذا الانتصار بعد ما حصد النقطة 31، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط من 5 مباريات. الانتصار جه في الوقت المناسب لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اللي استعاد الثقة في فريقه بعد سقوطه مرتين على أرضه في الليجا أمام قادش وفي دوري الأبطال أمام شختار دونيتسك، وفي أول كلاسيكو بيخوضه رونالدو كومان كمدرب للبرسا معرفش طعم الفوز، في حين ما سجلش نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أي أهداف رغم أن ده قد يكون آخر كلاسيكو بيخوضه على ملعب الكامب نو. برحب بحضراتكم مره تانية، خلينا ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، من افضل واسرع اللاعبين اللي جم في تاريخ الكره المصريه، واحد من يعني بيلعب يمينه لكن دايما كنت بتلاقيه ناحيه الشمال بيعمل العجله دي وبيعمل الترقيصه بتاعت كريستيانو رونالدو، ولا كان كريستيانو لسه ما اتولدش ما شاء الله عليه. كابتن ياسر ريان نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك كابتن ياسر. انا بيك كابتن فاروق حبيبي، انا عامل ايه؟ ولسه بتعمل لغايه دلوقتي يا كابتن ياسر؟ لازم، انت لما بتشوف الخماس حتى مش في الخماس تقول لي اجري انت فاروق. لا بس انت بتجري ما شاء الله عليك شويه. منور يا كابتن ياسر، الله يخليك، دايما بستمتع بيك. الله يكرمك. خليني اكلمك بدايه ماتش امبارح، لان يعني مهم جدا نجم من نجوم النادي الاهلي. اتكلمنا على الماتش امبارح، كنا بنتكلم دلوقتي قبل ما الفاصل يرجع مره ثانيه للحلقه، اتكلم ان النادي الاهلي فارق جدا نتيجه امبارح مع النتيجه الاولانيه كابتن، وهدوء اللاعبين بالفوز 2-0 في المغرب يا كابتن ياسر. ما فيش شك يا كابتن فاروق، انت عارف المباراه اللي بتبقى الافريقيه وخاصه المباراه اللي انت بتلعبها خارج ملعك بيبقى انت مركز فيها تركيز عالي جدا. هناك في المغرب
يعني احنا مرنا بالظروف دي كلها، اللي انت ما تطلع من مباراة باي اي نتيجه ايجابيه بالنسبه لك كويس. ايه النتيجه الايجابيه الكويسه اللي بالنسبه لك انت هنبتدي لو انت لا قدر الله خسران 1-0 بالنسبه لك نتيجه كويسه، تقول 1-0 اقدر اتعادل واعوض هنا. صحيح. ولو انا متعادل هقدر اعوض هنا ايا كان التعادل. هي التعادل ما بقى 0-0 هو اللي بيقلقني. ليه؟ بتبقى انت ممكن هنا لا قدر الفرقه تخسر 1-1 تجيب جون تضيعها. وحصلت معانا قبل كده في البطوله السوداء. لكن النتيجه اللي النادي الاهلي عملها في المغرب اللي انت تكسب انك 2-0 ده ادى ارتياحيه جامده جدا للنادي الاهلي، وخاصه بخبراتهم الافريقيه عرفوا اللي هم بنسبه كنا زمان نقول 50-50 بنسبه 90% النادي الاهلي عدى من المباراه الصعبه. نادي الوداد فرقه وتحترم وكل حاجه، بس النادي الاهلي اسم كبير والتوفيق كان محالفهم. ورجع هنا المباراه واحنا حتى بنتفرج مع بعض، المباراه اعتقد كانت انا مش شايفها. خلينا وانت بتتكلم كابتن ياسر بعد استرجع كده مباريات كنا بنلعبها في بطوله افريقيا والاجيال اللي قبل كده. يعني كان مثلا كان ليا الحظ ان انا العب مثلا نهائي افريقيا مثلا هنا في سان داون امام سان داونز، هنا قبليها لعبت معاكم في برضه في افريقيا كنا بنلعب الرجاء في الرجاء، ويمكن خرجنا في الموسم ده وتعادلنا 1-1 وكان المفروض نكسب 2 هناك او نكسب 1-0 كده تعادلنا 1-1 وخرجنا. الامور كانت بتبقى صعبه جداً. جدا 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 بما فيها طبعا وجود جماهيري او وجود الجماهير في الملاعب. ايه اللي اختلف يا كابتن ياسر عن الاجيال؟ على فكره ما بتكلمش على الجيل ده بس هنا في مصر، لكن بتكلم معاك على كمان جيل في المغرب. بس خلي بالك احنا اختلفت برضو. لازم انت كلمت في نقطه مهمه جدا، نقطه الجمهور. انت برضو خلي بالك الجمهور ده عامل مساعد قوي جدا لاي فريق في العالم. طول ما فيش جمهور انت كلاعب ما فيش ابداع. صحيح. ما فيش ابداع، وخاصه الفرق الجماهيريه. لو انت متعود تلعب في فرق شركات او مؤسسات الامور بتبقى مختلفه شويه، بتبقى اهدى، الامور ما فيش ضغوط عليك، مش مطلوب ان انت تاخد بطوله. لكن الفرق الجماهيريه بيبقى مطلوب منها جماهيريه. يعني ممكن نكون احنا محظوظين في ماتش الوداد اللي الجمهور ما دخلش هناك. ممكن الجمهور طبعا الجمهور ممكن يساعد، والجمهور كان يقدر يساعدنا هنا. الجمهور عامل مساعد ليك، ممكن يبقى معاك ممكن يبقى ضدك. سلبي او ايجابي بالظبط كده. لكن الامور كل ما انت بتحس الامور دلوقتي مش صعبه زي زمان. الامور سهله، حتى طريقه اللعب والشكل والفرق. بغض النظر انت فرحان الاهلي كسب، بس انت شايف ان في سهوله في مكسب الاهلي. هي بص، ما هي برضه خلي بالك انت بتتكلم فرقه احنا الاجيال كلها، مكسب الزمالك برضه كان أيوة صعب. فرقه النادي الاهلي كمان يعني انت بتتكلم على اجيال. كل مدى احنا بنقول بنسلم اجيال سواء اهلي او زمالك والفرق اللي بتبقى لها باع كبير في البطولات الافريقيه. بس الامور بقت مختلفه تماما، مختلفه التكتيك بقى، في تغييرات في بعض الشيء. عندك بعض اللعيبه الاول، اللعيبه اللي زمان كنت في لعيبه بارزه في كل نادي معين. انت دلوقتي وقلت قبل كده 90% من اللعيبه اللي موجوده في مصر كلهم قريبين من بعض، شكل بعض قريبين. يعني قليل خالص. احنا ليه طفره؟ في طفره ليه؟ احنا بنقعد نيجي نقول مين احسن لعيب في مصر؟ من عبد الله السعيد. ليه؟ عنده حاجات احنا شايفينها كلاعيبه قدامه مختلفه. بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل اسيست كويس، بيعرف يغير نتيجه مباراه، بيبقى له دور كبير. في لعيبه كتير مش رمضان، في لعيبه بيبقى لها دور مع فرقتها. فمش شرط يبقى برضه فيرو حارس مرمى، يعني الشناوي عامل حاله في النادي الاهلي. في حاجات كلها بتبقى مختلفه عن الاخر. لكن في الاول وفي الاخر البطولات الافريقيه من اول ما ابتدت لغايه ما احنا شايفين دلوقتي هو اللي فارق. بس العامل الوحيد اللي فارق من زمان او الفتره من فتره مش من كورونا بس، من ساعه ما حصل ظروف السياسيه في بعض الدول في العالم العربي بالظبط. بدا الجمهور يقل، بدا الجمهور ما يروحش، بدا الامور ما يبقاش فيه الضغط العصبي والنفسي على اللعيب. فده ممكن يفرق مع لعيب وممكن لعيب تاني. يعني ممكن الوقت انت تدخل جمهور لفرقه الاهلي والزمالك دلوقتي، ممكن اللعيبه عشان تتاقلم على اللي يبقوا يخلي الجمهور يضغطهم ويخليهم يجيبوا بطوله، ممكن يجي بعكس بحاجه سلبيه، حاجه عكسيه ضدهم. ده بيبقى وارد طبعا. وارد ليه؟ عشان تاقلم اللعيب الوقت على جمهور، هو ينزل يدخل يشجعك ويدخل يديك حماس تاني هو ما كانش شايفها. لما يبداوا يظهروا مره واحده الامور اعتقد هتبقى صعبه على اللعيبه. انا اتمنى ان هو يرجع عامه كابتن ياسر، زي ما انت قلت هو جزء منه ايجابي، لكن طبعا يعني في وقت من الاوقات احنا محتاجين الجمهور عشان اللي لازم يا كابتن فاروق
بوضعه داخل الملعب لما وانت حد متابع الوقت الماتشات الاوروبيه اللي كنا اي ماتش يعني ريال مدريد وبرشلونه النهارده بيلعبوا انت ممكن في ناس عشان ما فيش جمهور الاحساس نفسه انت كمشجع قاعد قدام التلفزيون مش برضو مش في اثاره زي ما بيبقى بقى الدوري الوحيد اللي الجمهور موجود ولا مش موجود مولع دوري الانجليزي ماشي بس برضو انت كمشاهد عاوز تشوف الناس اللي قاعده احنا كنا بنتفرج في الدوري الانجليزي بنشوف التنظيم وبنستمتع من الجمهور اكثر من المباراه صحيح صحيح طب خليني اخدك بقى كابتن ياسر مباراه امبارح انا قلت لي ان سهوله الماتش الاولاني او مكسب الماتش الاولاني خلت الامور بالنسبه للنادي الاهلي امبارح رايك في موسيماني في تعامله مع المباراه الامس وتغييراته حتى سواء بنزول علي لطفي وتغييرات وليد سليمان والتغييرات اللي حصلت من خلال المباراه كابتن بص يا كابتن فاروق يعني لازم نتفق تماما اللي مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط بالنادي الاهلي يعني اختاروا اختيار بامانه من اذكى الاختيارات اللي مرت في تاريخ مجلس اداره النادي الاهلي احنا واحنا كلاعيبه قدام في النادي الاهلي وموجودين احنا ما كناش متخيلين النادي الاهلي ياخد مدرسه افريقيه تيجي تمرن النادي الاهلي ما حدش يتخيل ولا تيجي في بالنا خالص النادي الاهلي من شهر 10 انا بقول لك والمعلومه دي كانت عندي النادي الاهلي كان فايلر هيمشي يعني من شهرين النادي الاهلي عارف ان فايلر هيمشي على فكره ما كانش مفاجاه هي ممكن تكون له مفاجاه في الاخر لكن انا كنت عندي المعلومه اللي هو فايلر ماشي وجاي مدير فني تاني مين اللي جاي تاني الله اعلم لكن اختيار ناجح واختيار وانا قلت قبل كده وما زلت بقول اي مدير فني بيجي النادي الاهلي هو المكسب ليه هو مش لينا احنا ليه بقى المدير الفني اللي بيجي بيشتغل مع النادي الاهلي هو عايز يعمل انجاز هات لي مدير فني غير مارتن يول جه كان عايز نقول احنا جايبين مدير فني عالمي لا احنا بنيجي احنا اللي بنصنع المدرب صحيح وما بيجي مدير فني يشتغل في النادي الاهلي بيجي له بقى عقود بياخد ختم النادي الاهلي زي ختم ريال مدريد خلاص بيشتغل في افريقيا بيشتغل في بعض دول اسيا ممكن يشتغل في جزء من دول اوروبا بتبقى موجوده انا بالرغم يعني انت اديتني فكره وانا كنت بفكر فيها زي ما كنت ليه لغايه دلوقتي النادي الاهلي مش عامل زي كليه او اكاديميه للتدريب المدربين هم بييجوا يعملوا معايشات ويبتدوا ياخدوا ختم وستامب كده للنادي الاهلي والله هي فكره برضو كويس ما هي افكار يعني شوف النادي الاهلي بمكانته الافريقيه الكبيره دي اي مدرب بيحب يجي يتفرج يشوف النادي الاهلي بيتمرن ازاي او يجي يتعاش متعاشه التدريب طبعا المدرب او المدرب يعني المدربين يقدروا ياخدوا كورسات من خلال النادي الاهلي كنادي كبير طبعا بالظبط طبعا ودي موجوده في اوروبا اللي فيه مدربين بيطلعوا بره ياخدوا مش بنروح لبره كابتن المانيا ولا تروح الانديه الالمانيه تعمل معايشه طب ما انت تعمل معايشه المفروض تبقى في حسابات النادي الاهلي لكن موسيماني ابتدى مع النادي الاهلي وجايبينه في توقيت صح هي النقطه التكه في التوقيت كده حلوه بس في نقطه ثانيه كانت ايجابيه ايه هي فايلر في اخر فتره تعاش مع النادي الاهلي كلنا كنا بنقول في حاجه غلط في الراجل ده مش مركز مش متعاش مع الفرقه في حاجه مش طبيعيه اي وانت عشت في الفتره دي كلنا عشناها لما بيجي مدير فني تاني يعني انت لو لعيب اساسي في النادي الاهلي وانت والمدير الفني ده بيلعبك على طول ومقعدنا انا الاحتياط بتاعك اما بيجي مدرب جديد انا ببقى بدوس انا في بلغه الكره وبعايز اوصل للراجل الجديد ده يشوفني ويبص عليه عشان انا احق منك اللي انا مثلا العب فالمنافسه بترجع تاني للعبة كلها فده اللي حصل التوقيت اللي الراجل مشى فيه فايلر وجي موسيماني اعتقد كان دافع كبير قوي تجديد دوافع للاعبين يا كابتن طبيعي موجوده اي مدير فني بيجي جديد في اي فرقه لاحظت تعالى في الدوري الممتاز كابتن حماده صدق لما راح مشى من سموحه ورجي مسك كابتن احمد سامي في دوافع جديده عند اللعيبه واللاعب عايز يظهر او يثبت وجوده هتلاقي كتير امثله كتير جدا في الدوري هتلاقي كابتن طلعت مشى وكابتن حسام جه مشى جه مسك فرقه الاتحاد كيس طلع المقاولين من الكاس كابتن علي مير لما جه اشتغل مسك مكان اللي كان موجود في النادي المصري كابتن طارق العش كان طارق العش ما وفاش جه عمل كلها بتبقى دوافع اللعيب برده عندنا في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك برده ده كل واحد كلها نقط ايجابيه فانا اعتقد موسيماني الفتره هنتكلم برضو على ان كان ماتش اللي هو الاولاني في الوداد والماتش الثاني اعتقد هو دار المباراه بشكل كويس جدا مش لضعف الفريق الثاني كابتن لا لا, لا لا انا وجهه نظري مش قصتي انا انا كمدير فني مش بتاعتي الفرقه اللي قدامي ضعيفه الفرقه اللي قدامي انا بلعب الوداد المغربي زي ما هو بيلعب النادي الاهلي المصري احنا احترمناه
سواء هنا او هناك، وده ميزه بيتقاس بها على التاريخ في النادي الاهلي، بيحترم الخصم اللي قدامه. لكن في الاول وفي الاخر احنا كنا الاحسن، النادي الاهلي في سير المباراه هنا وهناك احنا الارجح، احنا الاقرب، حاجات كتير جدا، فعشان كده النادي الاهلي فاز. طيب نيجي بقى للنقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها بتاعت علي لطفي والتغييرات. تغييرات منطقيه، انا كسبان مباراه لازم ادي لعلي لطفي. ليه؟ انا عندي مباراه فاينل، لو الشناوي موجود في المباراه ولا قدر الله اصاب، حصل اي مشكله قبل المباراه، يبقى دي ثقه، في ثقه عند اللي يبقى انا الحارس المرمى البديل بتاعي مش بعده خالص، انا بالعكس مخليه يبقى متواجد، واخد احساس الماتشات الافريقيه، انا واخد احساس ماتشات الدوري خلاص. صحيح. لكن الماتشات الافريقيه مختلفه. طب بامانه كابتن، يتحمل مسؤوليه الهدف اللي دخل؟ لا لا لا، حتى بص انا شفتها، هي شوطه من بعيد بس عارف ممكن يكون هو كحارس مرمى رؤيته للكره ما كانتش واضحه قوي، لكن يعني طبيعي اللي ممكن تدخل، لكن هو الاقرب ليها يا كابتن فاروق، وما اقدرش انا اقول في الزاويه دي في المسافه دي هو يعني تقديريا ليه هو الاقرب، لكن هي انا شايفها صعبه عموما، يعني صعبه مش سهله. طيب يعني هكلمك على لاعب تاني، وانا كنت قلت الخبر ان في كلام على والتر بواليا لاعب الجونه كابتن، هو يعني فيرود ظهر في الفتره الاخيره بشكل جيد، طبعا هو زميل احمد ياسر في النادي، بس احمد موجود في النادي كده كده، بس عشان طبعا معارين يعني، هو لسه هكلمك على الجزئيه دي، تفكير ممكن موسيماني يبقى عامل ازاي بالنسبه للاعبين المعارين اللي هيرجعوا النادي الاهلي، هل يقدر من خلال الفتره الصغيره دي يحدد اللاعبين اللي ياخدهم ولا لا؟ لكن هبتدي بوالتر بواليا، لان انا بتكلم ان بادجي واحد من الناس اللي جم وبمبلغ كبير يا كابتن، ولكن حتى الان ما اداش بنفس القيمه اللي هو جاي بيها كابتن ياسر، وبالتالي الراجل مش مقتنع، ما بقاش يشاركه، ما بقاش يلعبه، بيلعب مروان اللي ممكن يكون كان بعيد شويه وابتدى يلعب مروان. يعني برضو فكره بادجي ده يا كابتن في الفتره اللي فاتت، وهل هيلعب الفتره اللي جايه؟ يعني برضو من وجهه نظرك في الفترة اللي فاتت عاملة ازاي؟ بص يا كابتن فاروق، هو بالنسبة لبادجي خلاص طالما المدير الفني مش مقتنع بيه كلاعب ايا كان، خلاص الموضوع بقى منتهي. وخاصة انا لاحظت في كام مباراة، يعني انت عندك مباراتين الوداد هناك والوداد هنا ما كانش موجود، وفي ماتش يعني الماتش الثاني لو انا حتى انا عايز اشوفه وابص عليه عشان اخد فيه قرار الموضوع خلاص منتهي. وكمان في ماتش من الماتشات تقريبا اعتقد كان بيراميدز برضه نزله وغيره، فدي برضو بالنسبه لنا احنا كمشاهدين كانت مفاجاه، يعني انا منزل لعيب واخرجه يبقى اكيد عليا يعني ما مش هينفذ لي انا كمدير فني اللي انا عاوزه. انت بتتكلم يا كابتن ان خمس مباريات اللي لعبه موسيماني مع النادي الاهلي كان مروان هو اللي اللاعب الاساسي. كان خلاص، هو دي وجهه نظر. ما هو الوقت مين؟ ثلاث اجوان مروان. خلي بالك مين الفرويد الوقت الاساسي في النادي الاهلي؟ مروان محسن. مين البديل لمروان دلوقتي؟ بقى جايه في الملعب. والماتش اللي امبارح لما كهربا نزل اعتقد نزل كهربا كان نازل فرويد صريح. فالامور لا، من ناحيه النادي الاهلي محتاج فراوده، محتاج فراوده. افارقه ولا مصريين او المعارين برضو دي ستة. كان عندك وجهه نظر لبادجي كابتن تديله فرصه؟ والله انا يا كابتن فاروق انا بحب كده. يعني احنا قبل كده في لافيو وانت قلت لي، يعني احنا كنا بنتكلم في الفصل اللي احسن مدير فني مقتنع بيه زي جوزيه، هو اللي جايبه مقتنع بيه فجابه خلاص، هو مقتنع بيه لكن بادجي الامور مختلفه شويه. موسيماني سوري، هو بادجي خلاص الصوره واضحه. هو طالما ما بيدلوش في ماتشات، جوزيه كان بيدي لفلافيو والناس كلها بتنتقد، لدرجه ان في ناس بتقابلني بيشجعوا انديه ثانيه يقول لك احنا يا عم عايزين فلافيو جون، انا مش نساه والله. وبعد كده فلافيو كان احسن لعيب كره في النادي مع عماد متعب على طول. لكن بادجي الامور مختلفه، ما اعتقد النادي الاهلي اكيد هيدور على لعيبه افارقه او اللي في عندك دلوقتي في ثلاثه معارين، في منهم بيلعب على الاطراف ومنهم بيلعب راس حربه زي صلاح محسن، زي محمد شريف، زي احمد ريان، الثلاثه موجودين. عايز مين فيهم؟ الله اعلم. النادي الاهلي عايزهم، مش عايز حد، عايز واحد، عايز اتنين. طب مشيان بادجي كابتن مرتبط برجوع الفراوده دول؟ ما انت عارف يا كابتن فاروق انت في النادي الاهلي ومتعايش كلها، في عندنا لجنه تخطيط وفي جهاز فني، وفي الاول وفي الاخر الموضوع بيجي في ايد الجهاز الفني، بيسيب المجلس لجنه الكره عندنا بيسيب كل مطلق الحريه للجهاز الفني. المدير الفني انت عندك المعارين اهم فلان وفلان، مراكزهم، انديتهم، السيفات بتاعتهم، لعب كم مباراه، جاب كم جول، في كونديشن، او يعني ان انا بقول للمدرب ده لعيب كويس، وفي نفس الوقت انا مش عايز اصرف كنادي مثلا، لو انا في وقت انا بتكلم على الماديات، انا دفعت في اللاعب ده مبلغ كبير
ومش عايز اصرف اكتر من كده في المركز ده كابتن لو انا مش هجيبه افريقي وانا عندي اولادي. بص دي نقطه برضو كلام احترم يا كابتن فاروق بس انت عارف النادي الاهلي عندنا الحاجات اللي هي الكواليس اللي بتبقى من جوه ده بيبقى لهم هم اهداف معينه لهم اهداف معينه ليه انت عارف تارجت كره القدم في النادي الاهلي ده حاجه اساسيه ومهمه فالنادي الاهلي اللي هو بيبص هو مش معنى كده اللي هو متجاهل للاعيبه المعارين لكن هو يعني انت دلوقتي انت بتتكلم النادي الاهلي خد دوري ده عنده حاجه اساسيه عنده اذا خد بطوله افريقيا انجاز تاني وعنده كاس مصر انجاز ثالث كلها طموح لمجلس اداره ولجنه التخطيط ونادي ومفهوم احنا مشجعين ومحبين للنادي الاهلي كل ده بيبقى وارد ان اللعيبه ترجع هم ايه المصلحه هم بيبصوا مصلحه النادي انا كياسر ريان ببص مصلحه النادي الاهلي واحمد ريان مثلا هو كنادي الاهلي بيبص لمصلحه النادي الاهلي طبيعي جدا وده حق مشروع لينا احنا كلنا النادي الاهلي وفي نفس الوقت انت بتبص انا احتياجي ايه محتاج مين وممكن في نقطه تانية هتقابل برضه طيب انت انا سامعك في الفصل الوقتي وانت موجود على الهواء بتقول ناصر مير طالب لو رجع النادي الاهلي لو ما لعبش يعني ده انت بتقول بشكل اساسي ما ينفعش انا اشترط على النادي الاهلي ينفعش لا هو ما ينفعش شرط في اي نادي ما اقصدش يعني اللعيب ما يشتغلش لا الانديه الثانيه طبعا هيبقى ليه فرصه كويسه لكن مع النادي الاهلي صعبه شويه ليه بقى انت عارف في منافسه انت هترجع النادي الاهلي يعني حتى اي لاعب بيرجع النادي الاهلي مش انت صاحب القرار انت في الملعب انت اللي بتقول انا فين ومركزي وفيهم نفس سواء في اي مركز هتلاقي بدل الفروه هتلاقي 2 و3 سيرد باك هتلاقي فيهم 2 و3 هي النادي الاهلي كده المنافسه طول المنافسه شريفه مش منافسه اللي انا بتمنى ده اللي الصاب لا قدر الله ولا حاجه لا انا عايز عشان كده وانت شفتها هي دي الكوره انتوا على انا عصرتكم شويه انت واحمد بلال وعماد والناس دي منافسه مين الكويس انت بتمنى ان بلال يبقى كويس بس انا برضو لو نزلت عايز اثبت ان انا زي كان بيبقى منطقه نار يا كابتن انا بقول لك اهو وبعدين كان كابتن حسام كمان قبلنا وحسام ورمضان وايمن شوقي وعلي مير وكشري وفيليكس فكره اللاعب كابتن ما بيلاقيش منافسه مكان في مكانه بتاثر بالسلب على المنطقه دي لا هي حسب شخصيتك شخصيه اللاعب بس انا انت سالتني السؤال انا مريت بيه انا شخصيا انا كنت ما احبش العب وفي لعيب قاعد لي ضاغطني من بره مش عايز مش انت عاوز ودي مرتها مع ديكسي في لعيبه لازم تبقى موجوده مضغوطه وده مرت مع ديكسي انا مش ناسيه احسن فتره تعيشتها مع ديكسي كان موجود مع النادي الاهلي كان مخليك انت لوحدك ليه بقى مش هو مقتنع بيا وبيلعبني فانا بطلع كل اللي عندي لكن انت ما بيبقى معاك بديل في لعيب بيبقى محتاج بديل تقول لي ما حاطط لك بديل كل ما انت بتبقى دايس على نفسك فهي حسب الشخصيه شخصيتك مش شخصيتك اللي انت مثلا انا لا ما انا برضو شخصيتك داخل الملعب ما احنا من المواقف اللي قابلتنا برضو عشان الناس تطلع معانا في جزء كوميدي شويه كان في وقت من الاوقات مين في النادي الاهلي بكره الكابتن ابراهيم حسن ايوه طيب مين بقى من ناحيه الشمال ياسر ريان بص ابراهيم حسن لوحده ياسر ريان مجدي طلب حسام عربي محمد عمار احمد نخل ايوه سعد عبد العزيز صح انت انا بديك كده ايه في ناس انا ممكن انساها غير الكابتن محمد سعد اللي كان موجود قبلنا غير محمد يوسف كان موجود بيلعب ناحيه الشمال وانا بقول تبص التاريخ النادي الاهلي تلاقي مثلا 20 واحد ناحيه الشمال طيب ونلاقي فدخلت لكابتن صفة البطل في الاوضه كان قاعد معاه بقول له يا كابتن ثابت هو انتوا بتفاوضوا مع ياسر رضوان مكريت قال لي والله في كلام ياس سبحان الله انا قاعد معاه وكلمت له طب بس ناحيه الشمال عندنا ما شاء الله زحمه قوي فدخل الكابتن ابراهيم حسن بالصدفه دخل علينا قال له يا كابتن ثابت انا قريت النهارده اللي ياسر رضوان تفاوضوا معاه قال له المشكله يا ابراهيم عادي نتفاوض مع ده وما ده قال له لا وانا اشتكيت لك قلت له انت بتشتكي على باك رات واحد هو كابتن ابراهيم ما شاء الله يعني لغايه ما يعني مشي من ده طب هرجع لحضرتك كابتن ياسر هكلمك في جزئيه يعني النادي الاهلي وعدم اختياره مثلا احمد ياسر ريان في وجوده في السنه القادمه بيفكر ازاي والامور رايحه فين بالنسبه له وانت كنجم كبير ودايما بتديله النصيحه هتديله الافضل طبعا بالنسبه له بص هطلع لفاصل بس كابتن ونرجع نكمل كلامنا فاصل وكمل كلامي مع كابتن ياسر ريان مكتفي ومحتاج بس فيرود يجي من بره مكتفي بالناس الموجودين معاهم كابتن ياسر هل احمد هيلعب في الدوري المصري مره ثانيه ولا في حاجه جايه له بره بص يا كابتن فاروق هو من شهرين جاله عرض من تركيا
والعرض ده مازال كان موجود معايا، وكان في تفاوض بين بين النادي التركي اللي اسمه هطايا ده. ده طلع صاعد من الممتاز ب للممتاز الف هناك، هو عامل نتائج كويسه حاليا يعني. طب جميل. فما اتصلوا بيا، طبعا انت عارف انا كابتن نادر شاو هو المكان، هو ما زال مسؤول عن احمد. وخلانا العرض ده كان جاي لي عن طريق شركه من الشركات الرياضيه، ودخلت دخل الموضوع كلمت كابتن امير توفيق الاول عشان ما كان مش عارفين يتواصلوا مع حد من عندها من النادي. فكلمت الكابتن امير قلت له في نادي كذا كذا كذا، قال لي كابتن العرض موجود قدامي، بس المعلومه اللي عندي ان احمد مش هنقدر نبع نطلعه عار. ليه؟ قال لي هو ده الكلام ده على ام فايلر، قال علشان برضو من ضمن اللاعيبه اللي ممكن ترجع النادي، ممكن ترجع النادي. قلت له ما فيش مشكله، انا بس ايه يعني اتمنى لو هو ملوش فرصه، دي فرصه جايه له بره اي اعاره، وبرضو لو انتوا عايزينه بنيه البيع ما فيش مشكله يعني. فقال لي لا الموضوع مش مطروح كده، احنا طرحناه واتقفل يعني. فكلمت الشركه اللي هي كان بتصل بيها من بره، قلت لهم الوضع كذا كذا كذا، طب العرض بتاعكم ايه؟ كانوا عارضين عرض مالي بالاعاره وعرض مالي بنيه البيع، مالي واعاره ونيه بيع. طيب اتصلت بالكابتن الاول كابتن محسن صالح، قلت له كابتن محسن يعني لو في فرصه لاحمد يسافر بره، ودي برضه خطوه كويسه، وده في الاول في الاخر طموح احمد اصلا. فقال لي لا يا سر احنا احمد ياخد فرصه في النادي الاهلي هو وزمايله بعض زمايله. قلت له خلاص اتمنى لو الفرصه اللي تبقى موجوده خلاص. اتصلت بكابتن زكريا ناصر برضه علشان قال لي لا لعيب مهم بالنسبه لنا واحنا عايزينه، والعرض حتى اللي متقدم لينا عرض مش كبير. قلت له لا العرض اللي موجود مناسب بالنسبه للاعاره وبالنسبه حتى نيه البيع، حطوا قال لهم حطوا الرقم اللي انتم عايزينه. فقال لي لا الموضوع بالنسبه لنا ايه صعب يعني. قلت له خلاص ما فيش مشكله، انا مش عايز برضه ايه ده وجهه نظر، وهو ما زال على قوه النادي الاهلي صحيح يعني. فده حقه وحق النادي الاهلي يعني. مشى فايلر جه موسيماني، ايا كان زي ما انا قلت لك بيعرض الاسماء احمد موجود او مش موجود او ايا كان هو او من زمايله، هو كده كده يتمنى برضه يسافر بره. طب ما جالوش بره وجاله فرصه مع الانديه، الحمد لله هو جاي له يعني انديه كتير هنا في الدوري المصري كتير جدا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. ان كان عن طريق اتصلوا بيا، بس انا برضه بطلع نفسي بره القصه دي. انا عاجبني يا كابتن فكره التعامل للنادي الاهلي هو المتحكم في الجزئيه، وانت واحد من يعني من نجوم النادي الاهلي، فبالتالي سايبها للمسؤولين. بس في جزء مهم جدا لازم نتكلم، طبعا احمد معانا على الشاشه اهو معانا، في فرص بتيجي بتبقى للاعب متواجده، فالفرص دي القرار بيتاخد في وقت معين، ما انت لو ضاعت بتبقى مشكله. انا معاك وانا حاسس بفكر يعني اللي يقول لي ايه اللي في ايده انا اعمله، انا مش في ايدي حاجه اعملها ومش في نفس الوقت انا مش عايز يعني اعمل حاجه تتاخد انا كياس الريان عليا كياس الريان. انا شايف كانت فرصه، الحمد لله احمد ماشي كويس في المنتخب الاولمبي وكان من فتره مرشح. طب بامانه كابتن احمد تقدر يشيل هجوم نادي الاهلي في زركون؟ انت بخبراتك انت مش بتكلم، ما هو برضو اي شهاده ليا لاحمد دي يعني صعبه، لكن انا بقول لك هو فرد كويس، ولو اخد الفرص بتاعته زي ما اخد ناس كتير قبله. لا بص يا كفرو احمد يفرق. احمد لاعب نص موسم السنه اللي فاتت ولاعب الفتره دي انت عارف كورونا برضو خلت الدنيا يعني اللعيبه برضو بعدت اللعيبه شويه عن المستوى الفني بتاعها المطلوب. لكن انت بتتكلم على لاعب جاب 13 14 جون، اعتقد دي النسبه مش تقريبا في فرقه الجونه، بس فرقه انت عارف من الفرق اللي هي برضو مش الاهلي والزمالك كل شويه عند المرمى وعند الجون والفرقه ضغط الفرقه الامور صعبه بالنسبه لهم اي مرمى اللي هو يجيب النسبه دي اعتقد نسبه ناجحه. محمد شريف لما يجيب نسبه بامانه برضو لازم اشيل بالباقي مع ايه بيجيب بالكم الاهداف ده في الدوري نسبه ناجحه. هتكلم على صلاح محسن اللي هو يلعب في سموحه مش بشكل كلهم، فانا اللي هو يشيل ده بتاعته هو يعني انا هرجع سين من الناس من الناس دول ترجعوا، هيشيل مش هيشيل ده مش هتقدر تحكم غير لما يبقى متواجد في الملعب وموجود بصفه مستمره. لكن انت هتدي ماتش ويقعد خمس ست ماتشات انت مش عايز كده ولا هو عايز لا كدا. انا مش على انا مش بتاعتي برضه يعني انا بتكلم ايه انت كلاعب كوره كل ما تبعد قوي وعشان تقرب صعبه،
طول ما انت بتقرب هتيجي هتمشي معاك وهتلاقي مستواك ثابت في الملعب. النهارده ما انتش موفق، الماتش اللي بعده هتلاقي نفسك بتزق تلاقي نفسك تبقى لعيب يعني اللي انت في دماغك هيمشي. لكن انت كلاعب تلعب ماتش وتقعد 4-5 ماتشات وارجع احطك احتياط وارجع انزلك ربع ساعه وارجع كلها مستوياتها تبقى متذبذبه، فمش في صالح اللاعب ولا في صالح النادي. صحيح. طيب خلينا بس اقول خبر عشان عايز اكلم مع كابتن ياسر في جزئيه الاهلي قصدي الزمالك والرجاء. الاتحاد الافريقي بشكل نهائي رفض تاجيل المباراه لمده 48 ساعه، وده كان طلب من نادي الزمالك للاتحاد الافريقي بالنسبه للمباراه النهائيه. انا بتكلم على المباراه النهائيه، الاعداد بتاعي بس بيقول لي ان المباراه، انا المقصود ان نادي الزمالك عنده مباراه تاجلت ل 1 نوفمبر وهي مباراه الرجاء، ثم ان طلب نادي الزمالك للاتحاد الافريقي تاجيل المباراه النهائيه ليوم 8 نوفمبر بدلا من يوم 6، وبالتالي الاتحاد الافريقي رفض طلب نادي الزمالك نهائيا لتاجيل اي مباراه او مباراه النهائي بشكل خاص. ده بالنسبه لنادي الزمالك. كابتن يعني رايك في تاجيل مباراه نادي الزمالك امام الرجاء، وبالتالي الى حد ما نادي الزمالك حاسس ان في مفيش مبدا تكافؤ فرص في فكره الراحه. كابتن ياسر، بص يا كابتن فاروق، القرارات اللي بتطلع من الاتحاد الافريقي ايا كان انت كنادي توافق بيها او ما توافقش بيها، ده بيبقى قرار الاتحاد الافريقي. تمام. لو انت ما نفذتش القرار بتاعه هياخد ضدك العقوبات. يعني احنا مش عندنا هنا بيبقى ممكن ايه اللوائح ممكن تبقى فيها شويه تسهيلات شويه، لكن الاتحاد الافريقي ما بيدي قرارات بتبقى قرارات صارمه ما ينفعش اللي انت ترجع فيها او تعمل رجعت فيها انت الخسران. فانت تتقبل ايا كان. احنا بنقول عشان الاتحاد الافريقي بيجامل بعض ايا كان برضو مش مطلوب. احنا مطلوب من الوقت الزمالك هيلعب الرجاء الماتش اللي جاي، وبعد كده الاهلي ان شاء الله نتمنى ان هي تبقى بطوله مصريه ان شاء الله باذن الله. لكن في الاول وفي الاخر اعتقد الامور الاتحاد الافريقي اللي حضرتك قلته ده هيسير على الانديه كلها. طيب شايف مباراه الرجاء ازاي يا كابتن؟ صعبه بالنسبه لنادي الزمالك ولا الامور بنفس سير مباراه الاهلي كده؟ لا ما اعتقدش. يعني باللي انا شايفه الحمد لله يعني لعيبه النادي الاهلي كانت عدى المسؤوليه وعدينا المباراه. لكن انا شايف الشكل اللي انا شفته في ماتش الرجاء والزمالك الشوط الثاني اخر ثلث ساعه احنا الموضوع مختلف تماما. يعني ان شاء الله نتمنى الزمالك يوصل مع النادي الاهلي ويبقى ماتش فاينل افريقي ان شاء الله محترم عربي. كل ده يا كابتن فاروق يرجع للعب بطوله الدوري المصري، وكانت كانت الناس كتير قوي مش عايزه تلعب. اعتقد بطوله الدوري اللي هي تستكمل وتمشي بالشكل ده، اللعيبه عندك واقفه مش 100% بطريقه مش طبيعيه ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. فاستكمال الدوري ده لا انت عارف الدوري المغربي انا اعتقد دي كانت مشاكله بسبب طبعا انا هقول حاجه. انا شفت مباراه الرجاء الاخيره والجيش الملكي المغربي والرباط والوداد، قلت لا الماتشات هتبقى صعبه للاهلي والزمالك. ماشي. لكن انا فوجئت عكس كده. لا ما هقول لك ليه. هو البدني بتاعهم قريب من بعض. فانت مش شايف فروق، انت شايف فيتني. لكن بدني واضح ان بقى احنا الدنيا عندنا اعلى واعلى واعلى بكتير. طب كويس. اللي انت لاعب بوقت منتظم في الدوري، لاعب بشكل كويس، كمان انت اول مره في تاريخ اعتقد الكره المصريه اللي انت كل يومين ثلاثه ماتش لا دوري لا كاس، يعني انت مع غير اللي انت في وسطهم افريقيا. ماتشات افريقيه، فكل ده جاب اللعيب المصري جاب فورمته. فالحمد لله يعني مباراه صعبه على الزمالك ما فيش شك، لكن اعتقد الزمالك برضه نتيجه هناك 1-0 برضه نسبيا مسهله شويه. صحيح. طب مباراه بكره كابتن بيراميدز كابتن يوصل النهائي، دي حاجه جميله جدا احنا سعداء جدا. تشوفها ازاي برضه امام فريق قوي، فريق نهضه بركان وفي المغرب يا كابتن؟ بص يا كابتن فاروق، تشكيل برضه متوقع اقول لك على شاشه كابتن بيراميدز بنتائجهم يعني ماشيين في الدوري بشكل كويس جدا، منافس قوي للزمالك ولغايه دلوقتي على المركز الثاني، ماشي في الكونفدراليه بخطوات ثابته. انت بتتكلم على فرقه يعني مش تقليلا فيهم، بس ما بقالهمش فتره طويله في الدوري عندنا في الدوري الممتاز. اللي هو يمشي بالشكل ده ويوصل فاينل دي حاجه كويسه جدا. ده التشكيله كابتن بكره المتوقع، لان ده نفس التشكيل اللي لعب امام هوريه كوناكري واللي كسبوا 2-0 ما عدا ابراهيم حسن سابق. اعتقد ابراهيم حسن ما كانش بادئ، ابراهيم حسن نزل الشوط الثاني في الماتش اللي فات، هو كان اول لمسه جاب جون. مهدي سليمان، محمد حمدي، احمد ايمن منصور، علي جبر، احمد توفيق، نبيل عماد دونجا، وعبد الله السعيد، وابراهيم حسن، وايريك تراور، جون انتوي، ومحمد فاروق. ده التشكيل المتوقع، هو ما فيش غير تغيير ابراهيم حسن. التشكيل اللي هو وابراهيم حسن بس،
وصوله للنهائي ده يا كابتن فاروق كونفدراليه دي حاجه مش قليله. يلعبوا ازاي يا كابتن بكره عشان يحققوا نتيجه ايجابيه؟ بص هو سيستم اللعب بتاع بفرقه بيراميدز ما بتغيرش، ويعني بيهاجم على طول بسيستمه، سيستم هجوم عادي. يعني مش بنقول هيلعب على الهجمه المرتده او هيشوف الفرقه اللي قدامه جس النبض، لا الامور بقت كتاب مفتوح كفر الفرق كلها. يعني مش هنقول الفرقه اللي قدام بيراميدز احسن، احنا ما نعرفش، لا كله متابعينهم في الدوري وشايفينهم ومتفرجين عليهم، وبرضو عندنا بيراميدز ما هم متفرجين عليه. لكن في الاول وفي الاخر انت بتلعب على بطوله. اللي بيلعب على بطوله ده لازم يبقى 50% دفاع و 50% هجوم، ولا ينفع ادي على حاجه على حساب الهجوم ولا ادي على حساب حاجه. لغايه ما يوصل معايا انا عندي كمان البدني بتاعي انا كفرقه بيراميدز اعلى. مش بتشارك معاه في الدوري ولسه طالع من مباراه الكاس وماشيه في كونفدراليه، يعني التخزين البدني عنده كويس. لو هو وصل اعتقد في اكسترا تايم، اعتقد يعني الماتشات في اكسترا تايم، اعتقد يعني لو في اكسترا تايم الامور هتبقى صعبه على فرقه البركان بالنسبه للبيراميدز. لكن احنا في الاول وفي الاخر احنا نتمنى اللي فرقه مصريه اللي انت بتتكلم على ثلاث فرق افريقيه ان شاء الله يبقوا موجودين في النهائي ان شاء الله. حاجه تفرح بصراحه ان شاء الله. فدي يا كابتن فاروق بامانه بصراحه لازم تتكلم على مؤسسات الدوله من اول رئيس الجمهوريه، من اول رئيس الوزراء، من اول اتحاد الكره بامانه رئيس رئيس مجلس الشعب. عوده الدوري ده صحيح. دي جايه من مؤسسه الدوله. كان كتير ناس قوي معترضين عليها، لكن احنا ناخد القرار ده حاجه تحتسب للدوله. طيب. يعني هروح للكومنت الخاص بجمهور كابتن اللي يعني بيسالوا حضرتك بعض الاسئله على صفحه البرنامج، لان دي برضو اسئله مهمه هم بيسالوها لحضرتك. حسين العمده بيقول من الكابتن ياسر، من وجهه نظر الكابتن ياسر مين افضل مهاجم في مصر ومين اللي ممكن يكون خليفه محمد صلاح في الكره المصريه؟ اتفضل يا كابتن ياسر. لا افضل مهاجم في مصر في فراوده في المكان ده، والمكان ده في ناس ماشيه كويس قوي. انا يعني في محمد شريف، في مصطفى محمد، في احمد ريان. ما انا بقول لك المشكله السؤال يعني بيدخل في صلاح محسن، في خالد قمر، فيه باسم مرسي. باسم مرسي السنه دي انا بقول لك يعني في مجموعه هي اصلا مش كويس. تمام. فيعني بتفرق بس ايه الضغوط اللي بتبقى عندك يعني في فرق على حسب الفرق كده. على حسب الفرق يعني النادي الاهلي مطلوب هتلاقي ضغطه معين في حاجه معينه، فالفرود بيبقى معذور. برضو الفرقه اللي بتبقى عندها حته الهبوط تحت دي بيبقى مضغوط. الفرقه اللي عندها ارتاح اللي قاعده في الدوري بشكل كويس اعتقد، ودي كانت مع الانتاج، عشان كده كانت الامور مع في الاتحاد ومع الانتاج مع باسم كانت الامور فيها يعني ما فيش ضغط اللي هو ضغط اللي هو ولا عاوز بطوله ولا هينزل، فدي بتبقى سهله. طيب في حد بديل لمحمد صلاح يا كابتن في الكره المصريه؟ ممكن ما يجيش زي حد زي محمد يعني صعب. محمد صلاح في حته ثانيه خالص بصراحه. طيب عبد الحميد العسكري كابتن بيقول توقعاتك لدوري ابطال افريقيا، وايهما افضل الشناوي ولا ابو جبل، مروان محسن ولا مصطفى محمد؟ لا انت بتتكلم على 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 اهلي وزمالك لاعبين ولاعبين. كل لاعب اللاعيبه اللي حضرتك قلت عليها في النادي الاهلي دي مهمين جدا ولاعيبه اساسيه، والنادي الاهلي بيعتمد على الفتره دي. لازم وبرده في الناحيه الثانيه الزمالك، الاسماء اللي حضرتك قلت عليها برده النادي الزمالك بيعتمد عليهم وموجودين بصفه اساسيه، فالمعادله كلها. ما تقدرش تقول الافضل يا كابتن؟ الافضل لا انا شايف الشناوي ولا ابو جبل؟ لا 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 انا شايف الشناوي طبعا. ابو جبل مصطفى محمد ولا مروان؟ يعني لا الفتره الاخيره انا شايف مروان بأمانة. طيب ده وجهه نظرك طبعا كابتن ياسر. محمد او محمد مصطفى من وجهه نظر كابتن ياسر مين افضل مدرب في المصري حاليا وافضل لاعب في الاهلي هذا الموسم؟ الاسئله دي كنت عايز اسالها لك. هم ما شاء الله بيسالوها لك دلوقتي كده. افضل مدير فني في مصري في الدوري المصري حاليا وافضل لاعب في الاهلي هذا الموسم. بص انا اقول لك على حاجه، هو طبعا كان فايلر اللي هو مع الوقت اللي هو بطوله الدوري وكان ماشي بشكل كويس ونتائج وكان الماتشات بيكسب فرق سكور بينه وبين الفرق، فاعتقد يعني انا شايف فايلر قبل ما يمشي قبل ما يمشي. افضل لاعب في الاهلي الموسم ده كابتن؟ في الاهلي؟ في الاهلي الموسم ده انا اعتقد السليم. طيب خالد البراوي تحياتي كابتن ياسر وكابتن فاروق، سؤالي من وجهه نظرك في اداء الاهلي مع موسيماني. لا ما احنا اتكلمنا فيها والراجل مختلفه تماما واعتقد بصمته في الماتش بالذات بتاع امبارح ده مع الوداد، لا بدات اللعيبه الديسير دي باكات تبدا تحضر الكوره. مش عارف ليش شخصيه جوزيه حاسس ان هي جايه مع الراجل ده.
ده بقى بجد شخصية جوزيه بجد. ما هو واضح برضو خلي بالك بزكاء. خلي بالك هو بس هو مش داخل مرة واحدة برضو واخد واحدة لغاية ما يمسك الخطوط بتاعته وده حاجة كويس طبعا مش وحش. هو برضو مدرسة إفريقية وسمع عن جوزيه وسمع عن مدرسة الأهلي وعارف مين اللي كان كويس ومين اللي مسيطر ومين هي شخصية صحيح. طيب خلينا فقرة الصور كابتن برضو أي تعليق حابب تقوله بالنسبة لي الصور اللي هتظهر قدام حضرتك في 15 ثانية أحمد ياسر ريان كابتن تقول له ايه او عايز تعلق؟ لا احمد انا بقول له يعني انت فرو كويس بس برضو لازم تبقى مركز الفتره اللي جايه وخلي بالك يعني المنافسه شرسه بينك وبين زمالك سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر وانت طول ما انت بتحافظ على نفسك هتلاقي كل مدى ورب ربنا سبحانه وتعالى فربنا يديك طبعا ان شاء الله. طيب الصوره بعدها كابتن كابتن طارق ايه حكايه؟ انا على فكره انا كلمت الكابتن طارق بعد الموقف اللي حصل بقد ما هو يعني انا شايف اللي هو يعني ما كانش لازم وانا عارف سلوك احمد كويس قوي بس انا كان في عنده حاله وفاه اعتذرت له وقلت له معلش عشان انا علاقتي بالكابتن طارق دي جميله جدا انا بحبه جدا خلي بالك وطارق ما حدش يزعل منه بس اللي حصل دي يعني انا بعتذر له كمان يعني ما اقصدش ان انا يبقى حد يزعل مني يعني ده حاجه جميله يا كابتن ياسر. طيب الصوره اللي بعدها موسيماني كابتن موسيماني هسألك سؤال قادر على الفوز ببطولة أفريقيا مع النادي الأهلي؟ يعني هي الوقت أنا أعتقد هي قريبة بالنسبة لنا بنسبة كبيرة جدا الشكل العام بيقول وأداء النادي الأهلي واضح عليه اللي البطولة راح النادي الأهلي إن شاء الله. تمام الصورة اللي بعدها كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح من المدربين انا ما يعني ما كانش ليا اختلاط بيه خالص في المجال ولا في التدريب ولا لكن واضح اللي هو من المدربين النتائج وصعوده بعد الفرق اللي اداره ممتاز دي تحتسب له طبعا مفيش شك. تمام حسام عاشور يا كابتن. حسام عاشور يعني انا يعني حسام عاشور انا اتكلمت وقلت ما تمشي من باب النادي الاهلي من باب الكبير ما تمشيش وانت معادي حد او انت حد يزعل منك تعرف النادي الاهلي شعبيته كبيره وجمهوره كتير فانت لازم عشان كنت تمشي. طب يعمل ايه بقى دلوقتي يا كابتن ياسر بعد ما الامور كده اتصعبت؟ هو لازم كان اولا كان لازم يحاول ما كانش يتكلم الفتره اللي فاتت كتير يعني هو كان انا طلبت يعني لو طلب القعده مع كابتن خطيب مره تانية والامور احنا نتمنى حسام عاشور من اللعيبه اللي لها باع كبير قوي مع النادي الاهلي وتاريخ سواء بطولات يمكن مش يمكن انت هو اكتر لعيب لعب في تاريخ النادي الاهلي فاعتقد والنادي الاهلي مش هيعدي ان شاء الله مكان مجلس اداره يعني. طيب الصوره اللي بعدها كابتن اخر صوره معانا كابتن عبد الله السعيد ده احسن لاعب كره في مصر احسن لاعب كره في مصر تتخيل لعيب في المرحله السنيه بتاعته انا فوجئت ان عبد الله السعيد لعيب كبير ومع ذلك اكتر لعيب مؤثر وبيجري في الدوري وانا بقول لك مؤثر وليه بصمات هداف الدوري ومع النادي كان من لاعب مميز وبس يعني كان لازم يعرف اللي كنت اتمنى اللي كان ينهي حياته في النادي الاهلي هو لعيب طبعا محترم كمان مؤدب قوي جدا جدا جميل. اشكرك كابتن ياسر شكرا لك اشكرك اتفرجت على ماتش برشلونه وريال النهارده للاسف انا كنت في مشوار وراجع وما لحقتوش. طب انت برشلونه ولا ريال؟ لا انا ريال. طب فرحان يعني. لا انا بحب الريال اصلا كريستيانو النهارده مش خلاص لا مش معاهم بس انا بحب الريال بس تحس برضو ان من غير كريستيانو الامور ما انا ما ميسي على فكره عشان انت بتقول له ما اتفرجش ليه انا كريستيانو واقف موجود في ما كنتش اسيب ماتش ريال مدريد وبرشلونه بس عدم وجوده ده كمان لما ميسي يبطل لما يبقاش موجود في برشلونه ايه اللي هيحصل؟ لا بس برشلونه برضو مفاجاه يعني انا كنت يعني الماتش كان انا كنت عامل حساب الماتش الساعه 5 هو 4 المتكد على 4 4 عشان اللي هو بكره الا 5 نورت يا كابتن ياسر ربنا يخليك يا كابتن منور دايما ربنا يخليك يا كابتن ياسر بشكركم وان شاء الله بكره حلقه جديده من البريمو واستمتعت مع كابتن ياسر ريان اصبحوا على خير.